قطعا كل التعزية ومن قلوبنا نحن نعزي أنفسنا. احنا بنتكلم على انه الاهالي او اهالينا اللي راحوا والاطفال الصغيرين دول اهالينا زي اي حد في الدنيا، وقطعا احنا اكيد بنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني باذن الله يشفي اهالينا اللي لازالوا مصابين داخل المستشفى يوموا بالف سلامه. يمكن اقدر اقول لك ان احنا النهارده كنا موجودين برنامج التاسعه تحديدا، يوسف مذيع البرنامج كان موجود هناك في الكنيسة علشان ننقل لحضراتكم اللي جرى، واللي جرى بعيدا عن الحادثة فقط واللي حصل، ولكن اللي جرى من أهالينا سكان المنطقة هناك في المنيرة في إمبابة، أهالينا اللي ما تقدرش تعرف مين مسلم ومين مسيحي، أهالينا اللي ما بيفكروش في مثل هذه الأمور لأنه بمنتهى البساطة هو إنسان، وببساطة أخرى هو بني آدم مواطن مصري. دي كل القصة. حتى وأنا واقف فلفت نظري عمارة مواجهة للمبنى بتاع الكنيسة، أو مواجهة تحديدا للشارع اللي فيه كنيسة أبو سيفين، وعليها يافطتين لاتنين محامين. حتى سألت زملائي الأعزاء روز وعبد الله، قلت لهم مين فيكم يقدر يقول لي اليافطتين دول الأسامي اللي عليهم مين المسلم ومين المسيحي؟ ولا هتعرف على الإطلاق، اقرأ الاسمين ولا حاجة. ما أقدرش طبعا أقول أسامي السادة المحامين أصحاب اللافتتين لمكاتبهم، لكن هم لو بيتفرجوا دلوقتي وأظنهم بيشوفوا يعني إن هم شافونا وإحنا موجودين هناك، أنت مش هتعرف مين فيهم مسلم ومين مسيحي بالمناسبة، ومش بالضرورة تعرف، وما يهمكش تعرف، المهم انه مصري وده المهم. الحادثة بالتأكيد مؤلمة للكل، وهنا تاخد بالك من حاجة، انه اول المعزين كان فخامة رئيس الجمهورية كتب على فيسبوك: أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد فيها. هنا ينتهي كلام فخامة الرئيس. ركز على الجملة الأخيرة: في بيت من بيوته التي يعبد بها. التواصل والاتساق الفكري المستمر في طريقة ونسق وأفكار ومبادئ رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، أول رئيس يزور الكاتدرائية، هو الذي يكتب هذه التعزية، وهو يؤكد في تعزيته الرسمية في بيت من بيوت الله التي يعبد بها. أتمنى أنه تبقى دي جملة مفتاح للكل يفكر كويس، بنأكد بيها على الحق الكامل في المواطنة، وإن رب العباد أدرى بعباده، ومش شغلتنا نحكم على مين داخل الجنة ومين مش داخل الجنة، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى فقط، ومش من حق حد ياخد التوكيل خالص. ربنا ما اداش توكيل لبشر، هو اللي بيحاسب، لأن الرب رب القلب، هو اللي عارف اللي جوه إيه. طيب، وبنستمر وبنشوف اتصالات الرئيس. أجرى الرئيس اتصال هاتفي مع قداسة البابا تواضروس، وقدم فخامة الرئيس تعازيه في ضحايا حادث كنيسة الجيزة. أكد فخامة الرئيس خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث. احنا بنتكلم على حادث تسببت فيه المولدات وأجهزة التكييف، في النهاية اللي راحوا مصريين، في النهاية جزء من اللي راح عيالنا، عيال صغيرين في الحضانات.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات واضحة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية الترميم والإصلاح لكنيسة الشهيد ماري قرقص أبو سيفين، واللي تعرضت لحريق كبير النهاردة راح ضحيته رحمة الله عليهم جميعا يا رب 41 شخص وأصيب 14 تانيين. أيضا قداسة البابا توادرس الثاني تلقى اتصال هاتفي من سيادة اللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلالها التعزية لقداسة البابا في ضحايا الحادث، وأشار إلى أنه الرئيس أصدر التوجيهات للهيئة بإعادة إعمار وبناء الكنيسة المحترقة. طيب خد بالك وانت بتشوف هذا المشهد، مش بس في إطار التعزية، كل مؤسسات الدولة، كل أجهزتها، كل إداراتها بتتحرك في تناغم واتساق تام وفي تفهم كامل لهذه الحادثة الإنسانية، وفي إصرار كامل على أنه إذا كانوا أهالينا اللي لازالوا في المستشفيات يحصلوا على أعلى رعاية ممكنة، وأهالينا اللي بيروحوا هذه الكنيسة من أهالينا المسيحيين المصريين تعاد بناء كنيستهم مرة تانية. أنا بس عايز أقول لك حاجة، علشان شيء الحقيقة يدعو للأسف أنه لسه في ناس بتطلع تقول كلام فارغ، واللي يقول لك، وده اللي أنت هتشوفه معانا بالمناسبة في التقرير، اللي يقول لك أصل العربيات بتاعة الإسعاف والمطافي ما راحتش وراحت متأخرة. ما حصلش. أنا هوري لك الناس، وربنا سبحانه وتعالى عالم، والله 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 أنا ما اتكلمت مع حد قبل ما أوصل خالص، يعني أنا دخلت مسكت الميكروفون دخلت على الأهالي مباشرة خبط لزق كده، فالناس تقول لي الحمد لله بالظبط كده، قدر ولطف، ده الإسعاف والمطافي جم مفيش في دقايق. احنا وانا قاعد مع الاهالي على الرصيف، فكان قدامي، يعني اللي انا شايفه بعناية قدامي، عربية المطافي وما الى ذلك. اللي انا عايز اقوله لك، اي موروث موجود في خلفيتك قبل كده ان لم يكن انتهى فبينتهي. الدولة لم تعد متفرجة خالص، بالعكس الدولة بتتحرك بمنتهى السرعة بمنتهى السرعة، واقدر اقول لك ما بين قوسين وبمنتهى الكفاءة، ده على سبيل المثال. طيب خليني هنا أرجع معاك بعد إذنك للكنيسة الأرثوذكسية. أصدرت الكنيسة بيان بشأن حريق كنيسة أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة في الجيزة، والكنيسة قالت في بيانها أنه شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، قداس الأحد كما جرت العادة، مما أسفر عن إصابة بعض المصلين وتم نقلهم لمستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة. وقالت مصادر أيضا من وزارة الصحة أن الوفيات وصلت زي ما بنقول لحضراتكم ل41 شخص، بينما بلغ عدد المصابين 14. قداسة البابا قدم التعزية في الضحايا، وبيشير إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كل الأمور المتعلقة بالحادث. وقال قداسته في تعزيته: نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة شمال الجيزة، ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين، وإذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين، واثقين أن يد الله ترحمنا جميعا. وينتهي أو تنتهي هنا تعزية البابا. خد بالك أنت كمان كمواطن كمشاهد، علشان تقدر تشوف إلى أي مدى كل مؤسسات الدولة بتتحرك، فتجد أنه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خد بعضه وراح على طول على المكان فورا.
طيب هستأذنكم أنه حول بيان الكنيسة وآخر تطورات الحادث وأيضا حالة المصابين، خلونا ناخد معنا على التليفون القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية. أهلا بيك وتعزينا من قلوبنا، ربنا يا رب يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ويا رب المصابين يقوموا بألف سلامة ويرجعوا لبيوتهم بإذن الله سالمين. تعيش يا استاذ يوسف، شكرا لشعورك وشعور كل الاحباء، مصر كلها متألمة النهارده. ابونا موسى، يمكن انا عارف انه الحديث عندما يعني يجرى في هذه الامور بيبقى الكلام عزيز جدا، بس احنا هنستأذن الاول، طمنا على اهالينا المصابين اللي موجودين في مستشفى امبابة واللي موجودين في مستشفى العجوز. يعني هو حالة المصابين شبه مستقرة، ونتعشم أنها تستقر ويتعافوا في أقرب وقت يا رب يا رب. وأيضا مهم جدا أن احنا نحاول نطلع على هو الحادث ده جرى إزاي، إيه اللي جرى؟ المعلومات الواضحة تماما أنه حصل يعني حريق نتيجة يعني حاجة تخص التوصيلات الكهربائية أو ما إلى ذلك. والحريق الحقيقة واضح أنه باغت الجميع، فكان نتيجة يعني أنه أصيب 55 شخص، توفي منهم 41 شخص من مختلف الأعمار. الله يرحمهم الله يرحمهم يا ابونا، يعني تعزينا من قلوبنا، ونتمنى انه احنا لما نيجي نسمع صوتكم نسمعه دائما في افراح لا اطراح على الاطلاق ولا احزان ابدا. اشكرك جدا. شكرا. اشكرك جدا، كل الشكر وكل التحيه للقمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسه الارثوذكسيه. طيب هرجعك على نقطه مهمه جدا، النقطة دي متعلقة تاني باللغط الدائر من بعض الناس، مؤسسات سمي زي ما تسمي، مش دي قصة يعني، مش من بلدنا بالتأكيد يعني، أو الناس اللي بتحب تصطاد في المية العكرة واللي يقول لك أصل الإسعاف وصلت متأخر وأصل المطافي وصلت متأخر وأصل بالمناسبة المكان هناك صعب جدا الوصول ليه وبالمناسبة المكان ضيق جدا وما إلى ذلك. اللي راح هناك او اللي عاوز يروح هو المكان ما يتوهش وما هوش صعب في الوصول ليه، كل القصه تقول انا عايز اروح عند مطار امبابه، ده واحد. اتنين تقول انا عايز اروح عند الحديقه بتاعه سفاري، الحديقه اللي هي المكان اللي اتعمل علشان اهالينا، في هناك منطقه حديقه ضخمه جدا يعني عشرات الافدنه. المهم انه علشان تروح المسألة سهلة، وهتروح هتلاقي شارع واسع جدا وبعدين شارع أصغر، ده اللي فيه الكنيسة، يسمح بدخول أي عربية سواء إذا كانت إسعاف، سواء إذا كانت عربية شرطة، سواء إذا كانت عربية مطافي، إلخ إلخ إلخ. فما فيش أزمة بالمناسبة كان في وصول أي سيارات للإسعاف أو المطافي. ده واحد. اتنين، إذا كان من يريد أن يصطاد في الماء العكر أن يتحدث في أنه أصل الشوارع الضيقة والصغيرة والمناطق التي تكتظ بالسكان في عشوائيات القاهرة، بالمناسبة هو مش إحنا اللي اخترعناها، إحنا ورثنا ده بالمناسبة، يعني عشان بس نبقى متفقين، إحنا ورثنا ده. هل إحنا ورثنا ده فده معناه أن إحنا نرتكن إلى ذلك ونسكت؟ إطلاقا خالص، الكل قام بدوره وقام بدوره كما يجب، والسيارات اللازمة سواء كانت إسعاف أو مطافي إلخ إلخ هي وصلت بمنتهى السرعة، المنطقة هناك تسمح بذلك جدا جدا. على كل يعني أنت عايز تقولي مثلا أن رئيس الوزراء لما راح ما كانش عارف يدخل مثلا بالعربيات، عايز تقول لي انه النائب العام بنفسه راح علشان يعاين ويتاكد ويشوف، يعني ايه في الدنيا اكتر من كده يعكس اهتمام حقيقي من الدوله؟ مصر ما بتسيبش ولادها بالمناسبه. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذنا العظيم. ازاي الصحه؟ يعني دايما انا اقول نعزي انفسنا، ونحتاج اولا الاطمئنان يا دكتور على اهالينا اللي عند حضرتك في مستشفى العجوزه.
في البداية زي ما حضرتك ذكرت نعزي أنفسنا جميعا في الضحايا في الحادث الأليم اللي أصاب بلدنا كلها وأصابنا كلنا بحزن شديد جدا. وبالنسبة للحادث النهاردة أنا اتبلغت بيه شخصيا من الطوارئ حوالي الساعة 9:05 الصبح 9:10، وكانت أول عربية إسعاف داخلة عندي في المستشفى كانت حوالي الساعة 10 إلا تلت، يعني في حدود نص ساعة، يعني بالضبط على بال ما العربية تكون وصلت وشالت الحالات وجت. راحت ورجعت يدوب على قد المشوار. يعني وقت قليل كمان مش وقت كتير، دي حاجة. الحاجة الثانية الحمد لله إحنا كنا مستعدين استعداد جيد جدا، عندنا خطة طوارئ كاملة بنقابل بيها كل أي حادث أو أي موقف شديد بنتعرض ليه أو بين المنطقة اللي حوالينا بتتعرض ليه. الحمد لله تعاملنا مع الحالات، احنا استقبلنا بالضبط 26 حالة، كان في منهم 21 حالة وفاة وكان 5 مصابين. تمام. ال 21 حالة وفاة كان في منهم 10 أطفال، كان في كمان 6 سيدات و7 رجال. ست سيدات وسبع رجال. ست سيدات وخمس رجال، انا اسف، معلش، 21 حاله. والحاله دلوقتي يعني بتاعه المصابين نقدر نقول انه لا، الحمد لله ممتازه. الحمد لله الحالات كلها كانت جايه باختناق شديد جدا جدا، لدرجه ان كان في حاله منهم حالتين احتاجوا دخول الرعايات المركزه. اوكي. والثلاث حالات التانيين احتاجوا دخول الرعايه المتوسطه والاقسام الداخليه. اللي في الرعايه المركزه كان في منهم حاله اتحطت على جهاز تنفس صناعي لانها جايه تقريبا في شبه توقف للقلب، والحمد لله مع الانعاش ومع الاجراءات اللي اتعملت الحمد لله اسعفت يعني، وهتحطت على جهاز تنفس صناعي لغايه مثلا نقول لغايه حوالي الساعه 3-4 اتفصلت من على الجهاز، والحمد لله ابتدت تسترد نفسها الطبيعي ولا زالت في الرعايه المركزه حتى الان. هل وصل لسيادتك اي حالات حروق ولا كانت كلها حالات جهاز تنفسي؟ الاصابات كلها اختناقات، الحروق كانت بسيطه جدا 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 في حاله او حالتين، لسع بسيط، مش حرق يعني اللي هو قد يؤثر على الحياه. ربنا لطيف. اشكرك يا دكتور. ونعزي انفسنا. صحيح. ونعزي اهلنا واخواتنا المسيحيين، ونعزي بلدنا كلها في الحادث الأليم. طبعا طبعا. جدير بالذكر ان المستشفى اسمها مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية لمؤسسها فضيلة الإمام محمد عبده. نعم يا فندم. بقول مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية مؤسسها فضيلة الإمام محمد عبده. حضرتك هو من المؤسسين طبعا، ولكن كانت في ليها قصة وتاريخ طويل اصلا يعني، وكان في احدى السيدات الفضليات اللي كانت ساهمت بارضها، ويعني هي اللي ابتدت تاسيس هذه الجمعيه مع الفضيل وكل الناس. صحيح صحيح. بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر مره تانية لدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوز. المفارقه كانت تجب او تستوجب التنويه، مستشفى الجمعيه الخيريه الاسلاميه. في مصر مفيش فرق ما بين اي حد والتاني، ديانتك ما تهمش الدولة ولا مؤسساتها على الإطلاق، عدم ديانتك ما يهمش حد، اللي يهمنا هو أنك مواطن صالح يحب بلاده بإخلاص مطلق بس. الحادث يظل حادث، الوفاة تظل وفاة، في النهاية المصاب مصابنا. فاصل ونكمل الكلام. أهلا بحضراتكم مرة تانية. بص، مفيش حد في مصر على راسه بطحة خالص، بالعكس كل حاجة بتجرى بتعرض عيانا بيانا وبمنتهى الشفافية، لأنه مفيش حد النهاردة ما بيشتغلش، مفيش مؤسسة، مفيش وزارة، مفيش جهاز ما بيشتغلش على الإطلاق، بل بالعكس الكل عنده اليقين الكامل إن الشغل بما يرضي الله وبمنتهى الكفاءة هو المنفذ الوحيد لينا كلنا في كل الأزمات اللي ممكن نكون بنعدي بيها. شوف على سبيل المثال بيان وزارة الداخلية علشان تشوف التعامل ماشي ازاي بدقة وبمنتهى الشفافية خطوة بخطوة. البيان بيقول نصا: تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباحا اليوم الموافق 14 الجاري بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة. على الفور انطلقت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق،
وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية. أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كميات كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابة والوفيات. ويجري حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. طيب خليني قبل ما أقول لك أو هنكمل كلامنا هقول لك على سبيل المثال للحصر، لو في حاجة عايزينها تستخبى ما كانتش الداخلية سمحت لأي تلفزيون وأي جهة وأي موقع وأي قناة تروح وتغطي وبمنتهى السلاسة واليسر. مفيش حد من الأهالي اتقال له ما تتكلمش أو ما تقولش أو ما تسجلش. ده لو في حاجة، مفيش على راسنا بطحة على الإطلاق. خدنا بعضنا رحنا سلام عليكم، استأذننا السادة الضباط اللي موجودين يا جماعة احنا بعد إذنكم عاوزين نسجل مع الأهالي في أي موانع، بالظبط كده اتفضلوا تحت أمركم، الناس موجودة قدامكم، الناس كلها ناس رايحة وناس جاية، واللي بيشتري حاجة من المحل واللي واقف على الباب واللي كان بيساهم في الإنقاذ واللي بيساهم في الإطفاء وما إلى ذلك، اتفضلوا. طب يا جماعة بعد إذن حضراتكم ممكن ندخل علشان نصور داخل مبنى الكنيسة؟ اتفضلوا اهلا وسهلا، اعرضوا الصوره. وده اللي حصل يعني بالمناسبه، يعني بمنتهى السلاسه بمنتهى السرعه بمنتهى اليسر. عارف ليه؟ لان مفيش حاجه تستخبى، مفيش حاجه مؤسسه او وزاره او جهاز عايزها تستخبى، بالعكس تماما عايزك تشوف علشان تعرف، علشان ده حقك، علشان دول اهالينا. طيب تعال نشوف البرلمان. وفد برلماني بالفعل توجه إلى مستشفى إمبابة العام لمساندة أهالي المصابين، مساندة المعنوية اللائقة طبعا، مصابين في كنيسة أبو سيفين بالجيزة. معانا على التليفون سيادة النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويمكن هسمح لنفسي برفع الألقاب لأنه عماد صديق وزميل عزيز، يعني زميل صحفي وزميل برلماني. البقية في حياتك عماد بنعزي نفسنا قبل ما بس نعزيك. حياتك البقية، ربنا يخليك، ويعني أنا كمان بدوري بعزي أسر الضحايا وكل مصر بصراحة، لأن حدث مصر قريب وجعنا من الصبح جدا، خاصة أن في أطفال، أنه طبيعة الحادث نفسها كانت صعبة. يعني نتمنى كمان شفاء أسرع للمصابين وربنا يصبر كل الأهالي. يعني صحيح عماد، يمكن أنا هستأذنك أنه هسألك هنا كنائب، نائب يراقب الحكومة ويقيم أدائها، كيف رأيت النهاردة تحركات كافة الأجهزة، كافة الأجهزة في التعامل مع هذا الحادث المؤلم؟ بكل صراحة، وانت عارف ان يعني انا مش مؤيد، يعني على طول الخط يعني، وجلسات البرلمان تشهد سواء اذا كانت الجلسة العامة او في اللجان، وكمان زي يعني الحوادث دي يمكن انا غطيت احداث كتيرة جدا بطبيعة العمل الصحفي، بطبيعة ان انا كنت بغطي ملف القط في جريدة المصري اليوم. لا، اللي حصل النهارده هو في سرعه من كل اجهزه الدوله، في تكاتف في شغل اداره ازمه على الارض. يعني كمان لما يكون اول تحرك رسمي او اول حاجه تتكلم على الحادثه بشكل رسمي هو رئيس الجمهوريه. صحيح. ده في وقت ايه؟ في وقت ان هو في بيستقبل الوزراء الجدد لحلف اليمين، لما رئيس الحكومه يصطحب معاه وزير التنمية المحلية بعد حلف اليمين مباشرة، وقبلهم وزيرة التضامن تزور المصابين. كمان
الاسعاف ان هي توصل، يعني في من شهود عيان على فكره مش بيانات الصحه او غيره، ان في الاسعاف مثلا في وصلت في حوالي 10 دقائق او كده، وزيهم كانت في المستشفيات. كمان الجانب الشعبي وجانب الجيران، وده دايما اللي كنت بقول عليه، انا كنت بنزعج من ابراز وجود بروزة يعني للأفعال الطبيعية للمصريين، إن جار مصري ديانته مسلمة بينقذ جاره المسيحي. أنا شايف إن هو ده الوضع الطبيعي، مش محتاج بروزة. صحيح. ده الترجم النهاردة أو الواقع اللي حصل النهاردة. يعني إحنا بنزور المصابين زي ما حضرتك ذكرت كده في البداية، فدخلنا على كل الأوض إحنا مش عارفين، فقالوا لنا ده فلان ده فلان، ولحد ما وصلنا لمحمد يحيى الشاب راعي ربنا يقومه بالسلامة، قالوا لنا أن أنقذ 5 من الموجودين. فحتى يعني هو خجلان من الشكر أو أنه ده الطبيعي، هو يشعر أنه قام بواجب إنساني يعني. ده بالفعل ده اللي هو بيتكلم فيه، أن يعني ده جيراننا وطبيعي جدا، حريقه في بيت ما بنسالش ده بيت مسيحي ولا مسلم، ما بنسالش دي كنيسه او مسجد. فده حقيقي اللي حصل في التحرك بدايه من رئيس الجمهوريه. حتى كمان انا بشيد بزمايلنا النواب، نواب التنسيقيه وغير التنسيقيه، الجميع كان موجودين النهارده زي ان هو المصاب بتاعهم. طبعا موجودين متوزعين في المستشفيات. يعني وانا بكلم حضرتك زميل عمال بيرن عليا حالا لانه باعت معدات وحاجات طبيه لمستشفى العجوزه او مستشفى امبابه، وعايز حد يستلمها. ده اللي حصل كله، ان هو يعني تحالف انساني سواء من الحكومه، يعني مش هقول ان هو زياده بس ادت واجبها على اكمل وجه، بالاضافه للاهالي، ودي الروح المصريه اللي في فتره من الفترات في انظمه من الانظمه السابقه اللي زرعت بذور الفتنه وناس تانية غضت البصر والرفع عنها وخلتها تستمر. وجاء طبعا الاخوان كان جني الثمار بتاع الفتنه دي، لكن الجمهورية الجديدة من بداية من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده اللي بيرسخ الجمهورية الجديدة، ان ده الطبيعي اللي يحصل النهاردة، ان هو يكون في تحرك حكومي على اعلى مستوى، والشعب المصري يعود لفطرته وطبيعته، ان هو ما بيسألش ده مصري مسيحي ولا مصري مسلم ولا حتى مصري يهودي لو في يهود في مصر. فده اللي حصل. ورغم طبعا بشاعة الحادث، لكن يعني في جوانب تانية، يعني ده شايفينها، مش هقدر اقول جوانب مضيئة، بس جوانب الجانب الاخر من الحادث البشع ده، التحرك السريع الازهر. حتى النهاردة كان في وفد في المستشفى، المستشفيين مستشفى العجوزة ومستشفى امبابة العام، وكمان اعلن الازهر انه في تبرعات لاسر وذوي الشهداء. كويس. وحتى بعيدا عن قيمه التبرع ده، ولكن في رمزيته، هي رمزيه كبيره هي جدا. الرمزيه مش القيمه الماديه على الاطلاق، ده عند حضرتك حق. بالاضافه كمان لجانب برضو، يمكن انت حضرتك عارف انا راسك من الصفر، المجتمع المدني، التحالف بتاع المجتمع المدني. ايوه. المؤسسات التانية بدأت تأدي دورها الحقيقي على أرض الواقع، اللي هو ينزل ويشوف ويساعد الناس بجانب الحكومة، وهو ده دور من أدوار طبيعية للمجتمع المدني. صحيح. طيب بدأ ينفذها على الأرض. يعني احنا بنتكلم على حتى يعني ما فيش حد يقدر ينكر ان كان في تحرك حكومي سريع، تحرك طبعا من الأهالي. برضه خلينا اكون اكثر صراحه معاك يا استاذ يوسف، ارجوك، حتى السخافه من البعض، وحضرتك عارف انا اقصد مين. أيوه. اللي كان بيجي مثلا يقول لك ايه، لا ما تترحموش عليه وما تقولش ده كذا، يكون في خبر على
موقع من المواقع على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي يعمل رياكت سخيف زيه في مواقف زي كده. فلما لقى كل ده قل، مش هقول انتهى بشكل كبير، او على الاقل خلص تواره خجلا يعني. البعض اختشى زي ما بيتقال، اختشى زي ما بيقولوا. على كل ازاي يفوتوا الفرصه ان هو يدعي ادعاءات، صحيح مش عارف ايه، اتاخر معرفش ايه، اتعمل مصره بعض القنوات ووسائل الاعلام لحد فتره معينه، لحد اول بيان رسمي وبيان خرج من الكنيسه، وحتى الاهالي نفسها اللي كانوا موجودين هو ذكروا بكل تلقائيه. احنا لما رحنا صور وسمعنا وشفنا الجميع. الناس وشفنا يعني هم شهادتهم كشهود عيان بيقولوا. خليني الاول اشكرك عماد او زميلي العزيز نائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقيات شباب الأحزاب والسياسيين والزميل الصحفي بجريدة المصري اليوم. اللي عايز أقوله لك أنه في مثل هذه الأمور تجد الغبي عندما يزايد، تجد الصائد في الماء العاكر عندما يدلو بدلو، تجد الجاهل والمتطرف والإرهابي عندما يذهب إلى أمور متعلقة بالأحكام الإلهية. هستأذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام. عودة مرة أخرى لينا في برنامج التاسعة، المزيد من التغطية لهذا الحدث المؤلم الحريق في كنيسة أبي سيفين بالمنيرة الغربية إمبابة، رحمة الله على الجميع. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعت أيضا ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين والذين لقوا ربهم صباح اليوم. قالت التنسيقية في بيان أصدرته النهاردة: تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر اندلاع حريق بكنيسة المنيرة في حي إمبابة بمحافظة الجيزة. وإذ تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضحايا الحريق، تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم. كما جرت العادة تنسيقية أيضا بمنتهى السرعة يعني بتبقى موجودة في كافة الأحداث، أصعبها قبل أفضلها أو أحلاها. خلونا نروح ناخد معنا تليفون من سيادة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك سيادة النائب. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني اقدر اقول طبعا نعزي انفسنا بالدرجه الاولى، وعايزين نعرف منكم يعني كعضو للتنسيقيه وايضا كعضو مجلس نواب، وكنت لسه بكلم سياده النائب عماد خليل على كيف رايتم التحرك في هذا اليوم بخصوص هذا الحادث في كنيسه ابو سيفين في المنيره امبابه. يعني في البدايه يعني حابب أقدم خالص العزاء لأسر الضحايا النهاردة والمواساة للمصابين. بشكل كبير كان حادث أليم ومفجع للدولة الوطنية المصرية كلها. النهاردة إحنا كنا أمام مشهد كان على الجميع أن يتحرك، وفي الحقيقة كان التحرك من البداية وفي مقدمة التحركات اللي تمت، يعني تحرك السيد رئيس الجمهورية من اللحظة الأولى وبيانه اللي احنا تابعناه من اللحظة الأولى. والنهاردة كانت كل مؤسسات الدولة مستنفرة، يعني احنا لما رحنا النهاردة علشان نطمن على أهالينا المصابين ونقدم العزاء لأسر وذوي الضحايا النهاردة، كان وجدنا كل أجهزة الدولة المصرية حاضرة. وزارة الصحة بكل إمكانياتها كانت حاضرة لإعطاء الدعم اللازم للمصابين، وكان أيضا النيابة العامة حاضرة بتجري تحقيقاتها، أجهزة البحث الجنائي، الطب الشرعي، كافة مؤسسات الدولة النهاردة كانت مستنفرة لتقديم الدعم اللازم للمصابين ولأسر وذوي الضحايا والشهداء النهاردة. النهارده طبعا كان يوم أليم، لكن كان في ترابط شديد من الشعب المصري والالتفاف حوالين كل الناس النهارده اللي أصيبوا هذا المصاب الجلل.
ويعني احنا متابعين من اللحظه الاولى، وكان قررنا من اللحظه الاولى ان احنا نبقى في وسط اهالينا في هذا الحادث يعني الاليم جدا بالنسبه لنا. شفتوا ازاي سياده النائب المشهد الانساني، مشهد لو صح التعبير اهل الحته هناك في المنيره الغربيه لا تستطيع ان تفرق ما بين مسيحي ومسلم، يعني انا لما رحت شفت الناس هناك وهي بتحكي ازاي الكل كان بيجري لمحاوله انقاذ الناس، محاوله اخراج الجثامين، محاوله اطفاء الحريق الى اخره. كان بين اهالينا اهل الشهامه والكرم في حياه الامر، ايديهم بايدين كل اجهزه الحمايه المدنيه وكانوا بيساعدوا. خليني احكي لك كمان على نموذجين النهارده واحنا في زيارتنا للمصابين استوقفوني بشكل كبير. نموذج استاذ محمد يحيى ونموذج كرولوس. الاثنين بمجرد ما الحريق بدات فضلوا ايد بايد مع قوات الحمايه المدنيه يساعدوا في اخراج اهالينا من بيت من بيوت ربنا يعني، وقدروا اللي هم يساعدوا في اخراج الكثير من الاشخاص من داخل الكنيسه، وحتى اللي هم اتصابوا اصابات بالغه يعني. محمد يحيى النهارده شفناه في مستشفى امبابه العام، وكان كرولوس برضه في مستشفى امبابه العام، تمام، كل واحد فيهم كان مصاب بشكل. لكن ده نموذج للشعب المصري اللي هو في وقت المحن بيتسم بالشهامه وبيتسم بالكرم، وده مش هتلاقيه في اي دوله من دول العالم. يعني الشعب المصري بخير والدوله الوطنيه المصريه بخير بصراحه في المشاهد دي، وبالرغم من الم الحادثه الا ان نماذج زي دي بتهون كتير. صحيح صحيح صحيح. انا بشكرك جدا سياده النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. خد بالك، هو انت فعلا لازم دائما انت كمواطن بص على الامر بهذا المنظور، يعني المنظور بتاع التحرك السريع للمؤسسات مفهوم جدا، للاجهزه والادارات المعنيه وما الى ذلك، لكن المنظور الانساني، منظور البني ادم. عارف النهارده قعدت مع الحاج سيف وحفيده يوسف، على الحظ طلع الحفيد اسمه يوسف، يعني يوسف ولد من ضمن ولاد الحته اللي كانوا بيساهموا في انقاذ اهالينا اللي موجودين في كنيسه ابو سفيان. لازم تقعد تسمع هو على رايه، قال لك انا وزمايلي واصحابي كنا بنعمل، لازم تقعد تشوف هم كانوا بيعملوا ايه. الولاد والشبان دول ولاد ما كملوش 20 سنة، وده مهم انك تبقى فاهم الفئه العمريه لانه ده يطمنك على اللي جاي. بالمناسبه ما كملوش 20 سنة، دول ما تولدوش في الوقت اللي كانت الحياه فيه لطيفه وحلوه، او ما كبروش في الوقت اللي كانت الحياه فيه لطيفه وحلوه ما بين المسلم وبالمسيحي ثم عكر صفوها. دول اتولدوا في وقت الاستقطاب، وهذا مسيحي وهذا مسلم وهذا يهودي وهذا مؤمن وهذا غير مؤمن وكل الكلام الفارغ ده. بس العيال دي ما فكرتش، العيال دي كل اللي فكرت فيه ان هم يبقوا بني ادمين حقيقي، وهتشوفوا التقرير وهتعرف انا اقصد ايه. خليني وانا بتكلم اقول لك كمان، انت هنا وانت بتشوف كافه المؤسسات بما فيها حتى المؤسسات المدنيه، مش بس المؤسسات الرعايه الصحيه والاسعاف وما الى ذلك، او مؤسسات الحمايه المدنيه زي المطافي او الشرطه وهي بتحوط المكان وبتساعد على انه العربيات تدخل لا، مؤسسه حياه كريمه نعت المؤسسة في بيانها النهاردة ضحايا حريق كنيسة أبي سفين بمنطقة إمبابة، وكان بيانهم نصا بيقول: تنعي مؤسسة حياة كريمة ضحايا حريق كنيسة أبي سفين بمنطقة إمبابة والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد، وتؤكد مؤسسة حياة كريمة تقديمها كل أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بالشفاء للمصابين. هنا ينتهي بيان التعزية وواجب العزاء من مؤسسة حياة كريمة. إحنا وإحنا بنعزي بنعزي نفسنا تاني، وإنت بتكبر عيالك كبرهم
زي ولاد المنيرة الغربية في امبابة. مش مهم ديانتك ايه، المهم ان انت مصري. فاصل ونكمل الكلام. الحادث كبير، الحادث مؤلم، الحادث جلل، والمصاب مصابنا. الدولة بكل مؤسساتها كانت بتتحرك، من أول أكبر اسم، أكبر منصب، رئيس الجمهورية بيتابع اللي بيجرى لحظة بلحظة، لأقل حد ممكن يقوم بوظيفة ولو حتى بسيطة مكتبية في ديوان أي من دواوين الحكومة. الكل كان بيتحرك. ده مش معناه ان الاهالي ما بيتحركوش، ولو الاهالي بيتحركوا مش معناه ان الدوله ما بتتحركش. انا عارف اصلي الامخاخ والادمغه التعبانه، التعبان هيقعد يدور على الحاجات التعبانه. بالمناسبه هو ده مش كلامي، هو ده كلام كمان الاهالي. احنا خدنا بعضنا قلنا لازم برنامج التاسعه يغطي بحد من زملائنا المراسلين. لا، مذيع البرنامج ياخد بعضه وينزل. احنا بنعتقد في هذا البرنامج وبقناعة كاملة انه في احداث، وزمايل المراسلين بيقوموا بدور عظيم بالمناسبة يعني، بس في احداث تستوجب انك تبقى موجود وتشوف بعينيك وتتكلم مع الناس وتسمع وتسأل وتطلع وتشتغل مع زمايلك واحنا بنحرك الكاميرا وهكذا. ده مهم. فخدنا بعضنا ورحنا هناك عند كنيسة أبو سيفين في المنيرة الغربية في امبابة لهذه الأسباب. وإحنا هناك شفنا وسمعنا وصورنا مع الأهالي وهم بيتكلموا على التحرك شديد السرعة والكفاءة للدولة في تواجدها في قدام الكنيسة. واللي يقول لك أصل عربية المطافي، احنا قاعدين وعربيه المطافي في وشنا على سبيل المثال، يعني خلاص تم الاطفاء وتم التبريد بتاع الموقع، ولا زالت السياره موجوده علشان لو ربما لا قدر الله يجد في الامور امور. خد بالك، هستاذنك تشوف هذه اللقاءات مع اهالينا في نفس ذات الشارع بتاع الكنيسه، مش في امبابه في المطلق، مش في المنيرة مش في المطلق، مش في محيط الكنيسة بشكل مطلق أو عام أو متسع. الحيط في الحيط زي ما بيتقال. هيكلمك الدولة اتحركت ازاي وسرعتها وكفاءتها، ويكلمك على الملمح الإنساني بتاع ولاد الحتة. طبعا حدث بهذا الشكل في كنيسة أبو سيفين زي ما حضراتكم أكيد متابعين من الصبح، كان لازم نبقى موجودين هنا، ويمكن جنبنا الحاج سيف ربنا يديله الصحة، وكان هو من شهود العيان. ازيك يا حاج سيف الأول؟ الله يخليك يا أستاذ يوسف. الله يخليك. إيه اللي حصل يا حاج سيف؟ اللي حصل والله الصبح أنا نايم سمعت صويت وصريخ، أنا قلت مشكلة في الشارع، الولاد بيتخانقوا، أنا عندي أولاد بخاف عليهم من المشاكل، فقلت ربنا يستر ما يكونش عيالي هم اللي في المشكله. فلقيت ابني بيخبط عليا، قلت له خير يا ابني، اخواتك بيتخانقوا معاك؟ قال لي لا، ده في دخان طالع من شباك الكنيسه. قال لي دخان طالع، دخان كتير. فدخان كتير يعني حريقه. رحت لابس هدوم ونزلت لقيت الشارع مليان ناس، الحريم تصوت والشباب الله يخليها ويديها الصحه ابطال ابطال. العيل يقلع في النت ويربطها على وشه ويطلع يجري، اللي يطلع ينط من على الاسطح لغايه يطلع يروح على سطح الكنيسه، يحاول يشد اي حد على الشباك يطلعه على السطح. فاللي ماسك بتاع الطفايه عايز يطفي فوق شقه بنتي الله يرحمها، بصاد الحريقه بقى مجرد الميه ويحذفه على الشبابيك. بقينا همنا ان احنا نطفي النار دي ازاي، نشوف الناس اللي محجوزين جوه ننزلهم ازاي. فكل واحد بذل اقصر ما في جهده من الشباب. انا عندي ابن بنتي بقى يطلع يجري اسمه يوسف، ربنا يسلم اسمه واسمك يا استاذ يوسف.
بقى يجري ويطلع، وشباب كتير مش ابن بنتي، ده كل الشباب ما شاء الله. ان هي يعني ما فيش حاجه اسمها قلت مسيحي ولا مسلم، في قلت مسيحي زائد مسلم يساوي مصري، فكلنا مصريين. المصيبه والمصيبه مصيبتنا، بعدين ده جارنا، ده الجار يعني فضل النبي عليه الصلاه والسلام يوصي لغايه ما قال لك ان الجار هيوصي يعني هيورث في جاره. ف يعني ربنا حط في قلوبنا رحمه بيننا وبين بعض. امال فين يوسف بقى؟ يوسف هينزل، هو تقريبا فوق. هو يوسف طلع على النط من على بيت عم مصباح، من على البيت على الكنيسه من فوق، كان عايز يفتح شباك اللي هو على اوله التكييف اللي كان فيه النار، ما عرفش التكييف كان هينزل بيه في الشارع. وطبعا غير كل ده الناس كانت في الشارع كانت قايمه بالواجب، وكانت ايديها بايد المطافي لما جت على طول، وكان اللي قادر يعمل حاجه ما هموش فيه نار. مش كده، والناس ما كانش هممها في نار في دخان، كان هممهم كلهم يجيبوا العيال. طبعا ابن اختي لما دخل الحضانه لما نزل بقى ما عرفش يفتح الشباك، نزل زق الباب ودخل، دخل الدور اللي في الحضانه لقى العيال مترمين على بعضها كلهم هباب اسود مش عارف يعمل ايه، بقى ياخد بالعيلين وينزل، مش هو بس، الناس كلها كانت بتجيب عيال وتنزل. كل الشباب بقت بتضحي بنفسها عشان ينقذوا اي حد فوق. فانا لما شفت العيال وشفت ابونا عبد المسيح قلبي اتقطع وعيطت بالدموع. كل الناس بقت يعني، انا كان واحده قاعده جنبي بقت تقول لي قلب امكم يا قلب امكم. في واحده بنت كانت واقفه هنا من شويه بقول لها يا بنتي انتوا حد حصل عندكم حاجه؟ قالت لي خالتي وعيالها كلهم اتوفوا. فعزتها، وبنعزي مصر كلها، وبنعزي أسرة أبونا عبد المسيح، بنعزيه وبنعزي كل المصريين، بنعزي كل المصريين وبنعزي أنفسنا، لأن المصيبة مصيبتنا كلنا. صحيح يا حاج، أستأذنك نسأل بقى يوسف واحد يعني من ولادنا ومن ولاد الحتة الرجالة اللي ساهموا، يقول لي إيه اللي حصل النهاردة يا يوسف وعملته إيه؟ حصل أنا وحسين وكم واحد قبل الناس ما تتجمع، قمت داخل كسرت باب الكنيسة وقمت طالع على الدور الرابع، الدور التالت كان مولع بس النار بتاعته كانت في أوضة واحدة. ماشي النار، وأنا فوق الرابع النار كانت جامدة أوي، أنا شايف الناس مجمعة على الأرض ومفيش إلا بنت وواد. يا دوبك نزلت عشان أفتح أي أوضة أجيب منها خرطوم مية قبل المطافي ما تيجي، أهدي الدنيا لقيت أوضة مقفولة في التالت، فبكسرها أغسل أنا أفتح أجيب خرطوم مية، وأنا بكسرها طلعت حضانة لقيت العيال متركمين فوق بعض. أعمل إيه؟ مش عارف أعمل إيه، أبنزل أجيب ناس من زمايلي يطلع مش عارف، قمت واخد عيلين في إيدي ونازل. صحابي لما شافوا كده قالوا لي ايه وما عملت ايه في النار؟ قلت لهم في الدور التالت. قاموا طلعوا في الدور التالت، بقيت انا بقى ياخدوا لحد ايه العيال ما خلصت، ما بقاش الا الدور اللي فوق. صوته رايح هتلاقيه هو وكل زمايله. انا خلي بالك انا كنت هموت، انا جاي لك في الكلام، كنت هموت. ما فيش بقى الا الدور الرابع، مش هنعرف نخش الدور الرابع. الدور الرابع نار زي من هنا والكنيسه بتاع 6 متر نار، وانا واقف هنا ولا عارف ادخل لها ولا هي عارفه تجيلي. جات لي فكره في دماغي، اطلع فوق السطوح واقوم شاددهم يطلعوا لي فوق التكييف واقوم شاددهم. نزلنا الناس اللي كانت جوه بعد ما خلصنا، بتوع المطافي بيطفوا، فانا داخل ببص على واحد جنب الحمام لقيت 3 انابيب، انبوبه اكسجين، انبوبه بوتاجاز، انبوبه فريون. دول قلت لو فرقعوه هيفرقعوا الشارع كله. اسال ده حضنتهم وقمت حطيتهم في الثلاجه، قمت واخد الثلاجه وشلناها انا وهو ونزلنا بيها. مصر بتطلع رجاله ما بتطلعش عيال صغيره، والله العظيم. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. احنا هنستاذنكم، احنا هنكمل تصوير. شكرا يا حاج سيف، شكرا يا يوسف، شكرا يا رجاله.
طبعا احنا مع حضراتكم هنا من الكنيسة، وهندخل ان احنا للمزيد من الاطلاع على اللي حصل في هذا الحادث المؤسف والمؤلم، وبالتأكيد بنجدد تعزية لأهالي الضحايا، وبنتمنى الشفاء العاجل لأهالينا اللي موجودين في المستشفى. يمكن احنا مع حضراتكم طالعين على السلم داخل الكنيسة، واضح انه لسه في الاعمال بتاعه ازاله اثار الحريق. يمكن احنا كده وصلنا للدور الاخير واللي كان فيه الحادث بالكامل. طبعا زي ما حضراتكم يمكن شايفين انه الكل بيساعد قدر الامكان وبيشيل المخلفات واثار الحريق، كبار وشبان واولاد صغيرين، يعني الكل الحقيقة بيبذل مجهود، ويمكن ده اللي متوقع الحقيقة، انه مفيش اي حد ممكن يدخر جهد. الكل كان بيخاطر بنفسه حتى في وقت الحريق نفسه، وقت نشوب الحريق، علشان ينقذ ارواح قدر الامكان. الله يرحم الجميع، الله يرحم الجميع. يمكن زي ما حضراتكم شايفين هو ده الموقع، واحنا بس للمزيد من الاطلاع، وزي ما حضراتكم شايفين وزي ما كنت بقول، الكل الحقيقه بيساعد قدر الامكان، كبار شبان ولاد صغيرين، الكل بيحاول يساعد في ازاله مخلفات الحريق، هو في ازاله هذا الدمار اللي خلفه هذا الحريق. وخلينا دايما نادي على ربنا سبحانه وتعالى انه يرحم كل من توفى، وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يشفي كل أهالينا اللي موجودين في المستشفى، يقوموا بالسلامة إن شاء الله. أنا من الناس اللي بتتأثر جدا بأي شكل من أشكال الدمار بصراحة، بستاق جدا يعني. تاني أرجع أقولك، الحادثة دي ما كانتش حادثة صغيرة، حادثة كبيرة وصعبة، ولهذه لكل هذه الأسباب كانت الدولة بتتحرك بمنتهى السرعة. هزيدك من الشعر بيت، ولو كانت الحادثة أقل كنت هتجد أيضا الدولة بتتعامل بمنتهى السرعة. خد بالك من أنه الناس وهي بتتكلم معانا يمكن في هذا او هذه المحاورات السريعه جدا من قلب المكان هناك عند كنيسه ابو سيفين، قالوا الشبان كانوا بيساعدوا مع المطافي. مصري مش هتقدر تمنعه ولا تكبله ان هو يقدم ايد المساعده، المطافي موجوده، الناس بتاعت الحمايه المدنيه موجوده، بس الناس عايزه تساعد، الناس عايزه تساعد بقلب. الناس من قلوبها موجوعه، من قلوبها عاوزين ينقذوا قدر الامكان ما يمكن انقاذه. خد بالك ان اللي انت بتشوفه قدامك ده مجرد كده ايه اللي هي ايه المحاولات الاولى السريعه البسيطه، علشان الهيئه الهندسيه هتدخل هتعمل كل حاجه افضل مما كانت عليه بكتير. افتكر كنائس الصعيد لما الاخوان وانصارهم حرقوها، مصر عملت ايه في كنائس الصعيد؟ رجعتها أفضل مما كانت عليه. التكلفة عمرها ما كانت مهمة، مش هي الفلوس، المسألة بالنسبة لمصر بالنسبة للدولة أكبر بكتير من الفلوس. الإنسان وحق المواطنة ده اللي بتشتغل عليه الدولة. تاني هقول لكم، نحن نعزي أنفسنا، بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى وبندعوه بقلب خالص وبنية خالصة كاملة، يا رب يا رب ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك، يا رب اشفي أهالينا المصابين اللي موجودين في المستشفيات ورجعهم لبيوتهم، يا رب صبر أهالينا اللي عيالهم راحوا. فاصل ونكمل الكلام. ولأنه الحياة يجب دائماً
انها تستمر، وفي ناس بتساعد دائما ان الحياه تستمر بشكل اكثر ايجابيه، عقول وملهمين واصحاب تجارب وما الى ذلك. هتجد الملهمين دول وهم جايين من المهجر علشان يشاركوا في الحوار الوطني، الملهمين وهم جايين يشاركوا في المحاور الاقتصادية والمحاور العلمية والتعليمية والصحية على اختلاف الألوان والأنواع من المحاور. هتجد المصريين اللي موجودين برا زي ما بيتقال أو في المهجر زي ما بيتقال برضو، يبقوا منورين القاهرة الساحرة برا أخرى. خلينا بقى نقول انه بعض من هؤلاء، طبعا احنا كان نفسنا ان احنا نستقبل كل الملهمين المصريين اللي موجودين بره، بس طبعا في الحالة دي هحتاج عاصمة لوحدي نطلع منها. النهاردة هنستقبل ثلاثة. نبدأ الاول باستقبال وترحيب بالسيد رأفت صليب رئيس الاتحاد العام للمصريين بامريكا. اهلا اهلا اهلا, أهلاً بيك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. تعزينا أولا ونعزي أنفسنا. شكرا جدا. خليني أيضا أرحب بدكتور طارق حسنين، أستاذ أمراض الكبد بجامعة سان دييغو الأمريكية ورئيس وحدة دراسات أمراض الكبد. أهلا بك يا دكتور. أهلا فندم. إزاي الصحة؟ الحمد لله. دكتور شيرين النجار خبيرة المناهج التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية، منورانا يا دكتور. أهلا بحضرتك. لو ما بدأناش بليديز أولا هتبقى مشكلة طبعا، صح؟ لو قلنا نبدأ باليمين يبقى وبعدين نجي فما فيش ده. نبدأ الأول بمسألة تطوير المناهج التعليمية في أمريكا. أنا من الناس اللي ما أقدرش أبدي إعجابي الشديد يعني بنظام التعليم الأمريكاني، أنا أحب الحاجات المعقدة أكتر غالبا، يعني غالبا مصري برضو. طيب لكن محدش يقدر ينكر أن تجربة تطوير التعليم في أمريكا مرت بمراحل كتير، وكان في مرحلة في التسعينيات أمريكا رأت أنه لا ده احنا هنطور على اللي طورناه لأنه التعليم ما بقاش قد كده، وخدت مرحلة جديدة. أسألك يا دكتور شريف، وانتوا في أمريكا بتشوفوا تطوير التعليم عندنا في مصر ماشي إزاي؟ ولما نيجي نشارك في الحوار الوطني هتبقى أبرز النقاط اللي عاوزين نناقشها إيه؟ أولا إحنا في الولايات المتحدة سمعين كلام حلو قوي على اللي بتعمل في مصر دلوقتي. وصلنا قد إيه إن أنتوا إنه الخطة المحطوطة حاليا بتربط، بدأت تربط التعليم الأساسي مع التعليم المهني مع توجيه التعليم عشان المنطقة اللي فيها السكان، بمعنى أنه لو يوجد الطالب في منطقة زراعية يركزوا شوية على الزراعة وتطوير التربة ودراسة التربة، كمان كما هو يدرس حاليا في سيناء مثلا التركيز على السياحة، وفي الجنوب التركيز على الآثار وما هذا يعني. فده اللي بنسمعه وده اللي اتوضع حاليا يعني في الخطة. ثانيا يعني الخطة الجديدة انه كل الكتب التعليمية تجدد كل من 3 سنين لـ5 سنين، خطة رائعة لانه التطوير التعليم بيتغير ديلي زي ما بيقولوا بالضبط. المنهج التعليمي لازم ان يضاهي ما او يوافق ما يحدث في الواقع، وكل 5 سنين كما حدث وكما يحدث الان عندنا انا بقول في مصر. لا في مصر. ايوه اوكي. طيب عندنا هنا عشان انا ما اتلخبطش هنا دلوقتي في مصر انه دي خطه رائعه وانا سعيده بيها جدا، لان احنا في امريكا بنعمل كده، الكتاب ما بيقعدش اكتر من 2-3 لـ5 سنين زي ما بقول بيتقاعد الكتاب ويبدا كتاب جديد. ثانيا حكايه توفير في حصل حاليا انه الكتاب المدرسي بيوضع باساتذه جامعات بحيث انه الدكتور الجامعي يضع اساليب والبيسكس اللي المفروض الطالب لما يروح الجامعه يبقى عنده الاساسيات ده ان هو يقدر يبني عليها. فربط التعليم الاساسي والاعدادي والثانوي والجامعي بقت عمليه جميله قوي هنا في مصر، وده احنا اللي بنسمعه، ده اللي انا بقراه يعني والناس كلها بتقرا في امريكا. ثانيا الحاجه الكويسه قوي كمان اللي حاليا اي ثينك الخطه الجديده اللي هتضع هنا في مصر ان هم الكتاب المدرسي يسلم على اخر السنه
مش الطالب ياخده وخلاص. انه الطالب ياخده كعهده ويسلمه تاني. فالطالب لازم مش التقطيع بقى واللي كان بيعمله، يحافظ على الكتاب ده، الكتاب يحترمه ويتعامل معاه كويس، لانه مثلا اخوه اللي طالع السنه الجايه هيتعامل بنفس الكتاب، وده هيوفر على الحكومه يعني اموال طائله، يعني انه الكتاب هيقعد بقى 3-5 سنين. صحيح. ايضا المكاتب المعرفيه اللي هي انترنت دلوقتي، الاب والام ممكن جدا بيدخلوا على اللايبرري الموجوده هنا في مصر، المعارف، ويعرف ابنه المفروض يتعلم ايه ويشوف ايه ويقدر يناقشه فيها، او انت عملت ايه في كذا، عملت ايه في كذا، عارف ابنه بياخد ايه. ما كانش موجود ده في مصر من 5 سنين. والله احنا بقدر الامكان بنحاول، بس هو على ما يبدو برضو النسق بتاعنا اللي اتعلمنا بيه زمان مخلينا مش قادرين نبقى بنفس السرعه والايقاع بتاع الولاد. يعني واضح ان هم اسرع، ويمكن ده شويه مطمني حبتين ان احنا بجد بنعمل تطوير حقيقي. وهنا هستأذن ان انا اروح لدكتور طارق. من التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي وصولا الى التعليم في الجامعه، ومش بس التعليم في الجامعة ولكن تعليم العلوم الطبية والصحية في الجامعة ده من جهة، وتطبيقها بعد كده في الواقع العملي ومعاييره، إلى أي مدى بيشوف دكتور طارق أنه الأمور بتتطور بسرعة يطمئن ليها دكتور طارق حسنين في مصر؟ التطور سريع جدا، وزي ما الدكتورة ذكرت أن الإنترنت والويب والويب as a general خلت كل طبيب في مصر في إمكانياته أنه هو يخش ويعرف التشخيصات الجديدة والعلاجات الجديدة. هو النظام الأمريكي بيمتاز بإيه؟ إن إحنا عندنا حاجة اسمها algorithms، يعني عندنا خطوات يلتزم بيها الدكتور المتخرج حديثا، يلتزم بيها الأستاذ اللي بقاله 30-40 سنة بيشتغل في مجال الطب. الالجوريزم ده مهم ليه؟ لانه بيعلي النوعيه والتدقيق في التشخيص وفي العلاج، فبيخلي الطبيب اللي في الريف بيعالج زي الطبيب اللي في المدينه. الظاهره ان المريض يسيب الريف ويجي المدينه عشان يلاقي دكتور افضل من اللي في الريف، دي عندنا اتلغت. فاصبح النهارده كل المناطق بتمتاز انها عندها مستوى طبي عالي. طب ايه الجامعات؟ الجامعات مراكز ابحاث، ودي نقطه مهمه جدا. والابحاث ما اقدرش اخد الابحاث كلها من امريكا، ممكن ابص الابحاث في امريكا، الدول الاوروبيه او الدول المتقدمه اللي بتصرف بلايين الدولارات على الابحاث، واعمل الابحاث الخاصه بيا للمجتمع بتاعي، الانفايرمنت بتاعي، زي ما اتكلمنا الارض بتاعتي، الميه بتاعتي، الجو بتاعي، المناخ بتاعي. فالابحاث لازم تناسب الطبيعه في مصر عشان تبقى ابحاث مفيده. دي الجامعات. فانا يعني بحب اطمن حضرتك ان الدكاتره زمايلنا وبنقابلهم في المؤتمرات مستواهم العلمي قوي جدا. طب ماذا ينقص في مصر؟ الطرق التشخيصيه الحديثه والادويه الحديثة اللي هي بتتطور في أمريكا، ومشكلتها طبعا بحكم التطوير بياخد فلوس كتير إن هي بتبقى غالية. فاحنا عايزين نبتدي نخش في الأبحاث الإكلينيكية اللي هي نقدر نعمل أدوية مثيلة لها عندنا، ودول العالم بتعمل كده، نتعلم من الصين، نتعلم من الهند، لأن مش هنقدر نستنى الدواء يرخص في أمريكا عشان يجي مصر عشان يفيد أمراض معينة، الأمراض الحديثة، وتنتهي حقوق ملكيته الفكريه بعد 20 سنه علشان اقدر اخد حق التصنيع، وابقى بدور في حلقه كبيره جدا مش هتوصلني الا ان انا في يوم من الايام ابقى انا صاحب الدواء. واحنا خبرتنا في الفيروس سي في مصر ان في ادويه وشركات مصريه جابت ادويه تنفع للفيروس سي، بس ما عندناش السيستم اللي هو الابحاث الاكلينيكيه، وان كانت عندنا بس ما عندناش الجهات الأدوية اللي تعترف بالأبحاث عشان توافق على دواء مصري اتعمل في مصر، اتدرس في مصر، بحث في مصر. ف
فمعظم الأدوية اللي بتيجي في مصر لازم تبقى الـ FDA بتاعت أمريكا موافقة عليها. فإحنا عايزين نخش بقى المرحلة الجاية إن شاء الله، وبقالنا بقالها فترة طويلة يعني بقالنا فوق 10 سنين بسبب الفيروس سي، إن أنت عايز بتجيب أدوية تتصنع في مصر تتعمل لمصر للمرضى بتوع مصر وتقبل الأبحاث الإكلينيكية بتاعت مصر. كويس. حاجة طريفة جدا أقول لحضرتك، لأن إحنا بتوع اتحاد المصريين في الخارج، الـ FDA بتاعت أمريكا مليانة مصريين، فلو عايزين أي خبرات تساعدنا في تطوير الأنظمة دي، وإن كانت أنظمة ممكن موجودة، عندنا خبرات في أمريكا مصرية ممكن تساعدنا في التطوير. طب ده احنا كده هنرجع لرأفت بيه بقى على طول. هنا رئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، فدكتور طارق يقول لي FDA مليانة مصريين، أظن ده اهتمام أصيل عند حضرتك، ده واحد. وجزء من الأهداف الرئيسية أكيد للاتحاد هي مسألة إزاي أقدر أخلق تشبيك وتعاون مستمر ما بين المصريين في المهجر وما بين الوطن الأم في الداخل. علشان أوصل للي بيتكلم عليه دكتور طارق، هنعمل إيه وهنشبك الدنيا إزاي؟ عقول عندنا من هنا لحد السنة الجاية. في البداية بالأصالة عن نفسي وعن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وأقدم واجب العزاء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا طبادروس وأهالي الضحايا، وأتمنى من الله في هذا المصاب الأليم، وأتمنى من الله شفاء بقية المصابين، لأن فعلا ده حدث جلل يعني بكل المقاييس مأساة، فيعني ربنا ينيحهم كلهم وتعدي الفترة دي على خير. بالنسبة للاتحاد العام للمصريين بالخارج، طبعا زي ما حضرتك عارف يا أستاذ يوسف، أمريكا كانت تعتبر البلد الوحيدة في العالم ما عندناش اتحاد بقالنا 50 سنة. في عندنا اتحادات 3-4-5 بيطلعوا يعملوا اتحاد لوحديهم لكن ملوش هدف، هو جاست أسماء. فلما جينا فرع الاتحاد هنا حب يفتح فتحة في هناك فاتصلوا بينا وإلى آخره، فبدأنا تكوين الاتحاد العام. حطينا أسس للاتحاد عشان تطلع حاجة مبنية على أسس وحاجة منظمة وحاجة تكون يعني حاجة محترمة تليق باسمنا وتليق باسم الجالية المصرية في أمريكا. الهيئة التأسيسية للاتحاد بتحتوي على 28 عضو منهم علماء، يعني احنا عملناها لجان، لجنة علماء، لجنة إعلام، لجنة صحافة، معنا قنوات فضائية امتلكها مصريين، معنا إعلام جرائد امتلكها مصريين، لجنة العلماء فيها علماء يعني يمكن الدكتور شيرين، الدكتور طارق، معنا الدكتور محمد ثروت ده أستاذ علم الفيزياء وده يمكن يكون مرشح لجائزة نوبل لأنه ده كان شغال مع الدكتور أحمد زويل وده بيشتغل على المليار من الفانتوم من الثانية، معنا الدكتور هشام العسكري وده عالم نظم الأرض وشغال في وطبعا طلع مع سعادتك قبل كده، وأختير أخيرا نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية. يعني أنا معنا الدكتور يعني في أسماء كتيرة معنا طبعا يعني معنا لجنة علاقات خارجية، معنا لجنة السياسة، معنا لجنة حقوق إنسان، معنا لجنة رياضة، قسمناها كلها لجان بحيث إن إحنا نشوف نقدر نقدم إيه، وقسمنا جزئين، جزء خاص إن إحنا نقدر نساعد بلدنا في إيه من الناحية الاقتصادية ومن ناحية السياحة، وعملنا الجزء الثاني إن إحنا إزاي نهتم بالجالية بتاعتنا هناك. إحنا الحمد لله النهاردة في خلال 7 أشهر عملنا ما لا يخطر على بال بشر في الفترة اللي فاتت ديت، يعني الناس كلها بتستغرب أنتوا كنتوا فين؟ لما دعينا للحوار الوطني فخامة الرئيس أرسل لنا، كانت أول اتحاد يبعت له دعوة إن إحنا نحضر حوارات نحط الرؤية بتاعتنا. قعدنا 28 مع بعض على الزوم، لجنة الإعلام تقول إيه رؤيتها، لجنة الثقافة تقول إيه رؤيتها، لجنة العلماء تقول إيه رؤيتها، كل لجنة تقول رؤيتها، وعملنا ده كله في 4-5 نوتس وبعتناه لرئاسة الجمهورية وقلنا يا جماعة دي الرؤية بتاعتنا، مش كلها لازم تتنفذ بس دي الرؤية اللي إحنا شايفينها إن هي ممكن توصلنا لحل، يعني لازم نستغل العلماء اللي معانا دول طبعاً. العلماء دي موجوده طيور مهاجره ومحدش مفيش كونكشن، المشكله كانت عندنا في الاتحاد صحيح. او في امريكا عندنا علماء، يعني الاسماء اللي سيادتك بتسمعها دي كلها اسماء رنانه، طب الاسماء دي ليه خرجت من مصر واشتغلت هناك في امريكا ونجحت هذا النجاح طب ليه ما نحاولش نستغلها تاني؟ فلما دعينا للحوار الوطني ودعينا للمؤتمر الكيانات اللي هو كان المفروض النهارده وتاجل لبعد بكره للتغيير الوزاري، فنزلنا 10 علماء منهم يعني 6 علماء 2 رجال أعمال 2 إعلاميين، قلنا احنا عايزين 5 أيام، طبعا تعرف حضرتك من لوس أنجلوس هنا ده يوم سفر مع يوم رجوع يبقى فاضل 4 أيام،
وعايزين نعمل مقابلات مع وزير التعليم والاخ حضر تعديل وزاري فكل حاجه صحيح. فاحنا بنقول ان احنا جايين النهارده مصر، العلماء اللي جايين دول بيقولوا احنا مش جايين نقول، يعني مش جايين يقولوا احنا هنعمل كذا، لا احنا جايين نقول انتوا عايزين مننا ايه، بلدنا اللي احنا اتعلمنا فيها وتربينا فيها خيرها علينا، احنا جايين نقول انتوا عايزين مننا طلباتكم ايه واحنا طلباتكم ايه واحنا ننفذ. يعني هي العمليه كلها احنا ننفذ. العلماء دي اللي مستغلها، الدكتور طارق في مجاله، الدكتور هشام في مجاله، الدكتور محمد صرف في مجاله، الدكتور هشام العسكري في مجاله، دي اسماء كبيره في امريكا، اسماء كبيره في امريكا. طب ليه احنا ما نقدرش نستغل الناس دي كلها هنا؟ لان يعني انا برضو بحب اقول دول الخليج واو الى اخره دول يبعتوا فلوس ليه؟ لانه قعد فتره معينه وراجع مصر فبيحاول تحويلات بتاعته. اللي عايش في امريكا ما يعملش تحويلات الا اذا اشترى بيت اشترى شقه هنا، لكن يبعت تحويلات لا، لانه عايش هنا خلاص، هو مهاجر، هو مهاجر دي بلده الثانيه. اللي موجود في عند الاشقاء ده راجل بيشتغل بعقود وخلاص هيرجع مصر، هيرجع يعني. بس هنا بقى المليارات، هي دي المليارات اللي احنا بندور عليها، اصل العقول تساوي اكتر من المليارات بكتير، يعني مزبوط. دي ما لهاش تقدير مالي. طيب انا هستاذن حضراتكم، هرجع هروح لفاصل وهرجع بعد الفاصل هنتكلم كلام هو بالتاكيد مش بفلوس، هو اغلى من الفلوس بكتير، حول جمله كده كانت دايما تتقال بتتقال. انا عندي 47 سنه ماشي في ال 48 ناضف امبابه، اقول انت شكلك عجزت كده ليه، كنت زمان صغير. ف وانا صغير كان يقول لك هو اللي هيروح امريكا هيرجع، هم العلماء والاسماء الكبيره اللي موجوده في امريكا وفي كندا وفي استراليا هيجي مصر يعمل ايه؟ واضح ان هم موجودين معنا في الاستوديو مش بس في مصر بشكل عام، يعني في مبنى ماسبير وفي القناه الاولى. استنونا بعد الفاصل. في إطار السعي الدائم نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في مصر، تم توقيع اتفاقية التعاون بين شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية والشركة المصرية للاتصالات. مع خدمات التحول الرقمي بيحصل الطلب على التوقيع الإلكتروني، وبالتالي لما ابتدى التحول الرقمي، لما ابتدى تبقى فيه مشاريع بتتطلب التوقيع الإلكتروني، كانت البنية التحتية في إيتيدا حاضرة، كان الأشخاص أو الأفراد اللي لديهم المهارات اللازمة أيضاً متوفرين وحاضرين. قامت شركة دلتا الأنظمة الإلكترونية بتوقيع اتفاقيات عديدة، اتفاقيات تعاون مشترك مع الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق مشروعات متعددة في مجال التحول الرقمي، حيث نحتفل اليوم بإطلاق أول مشروع وهو إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني باسم دلتا تراست من خلال منافذ بيع وي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. تعد خدمات التوقيع الإلكتروني بمثابة حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية وتقديم المزيد من الخدمات وإتاحتها بطرق ميسرة سواء للأفراد أو المؤسسات، تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لبناء مجتمع رقمي. مراسم التوقيع تخللها الاحتفال بإطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني التي تعتبر نقطة الانطلاق نحو بناء مجتمع رقمي رائد واقتصاد رقمي متكامل. حين تنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستنتقل باستخدام التوقيع الإلكتروني لكل موظف منتقل يمارس عمله من خلال هذه التقنية. أيضاً في محور الشركات نتعاون مع زملائنا في وزارة المالية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي يعتمد بشكل كلي على منظومة التوقيع الإلكتروني. الخطوات الجادة التي تخطوها الحكومة المصرية جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص إنما تهدف بالأساس إلى دعم مجتمع الأعمال ومنح الأفراد والمؤسسات القدرة على إنجاز كافة معاملاتهم عبر منظومة تكنولوجية متكاملة. المصريين اللي بره ليهم خلق وبال يناقشوا اللي بيحصل جوه، والاسماء الكبيره اللي لما زي ما كنت بقول لك الناس الملهمه لينا اللي هو اسمائهم تتقل بمليارات زليونات من مش الدولار اغلى عمله، ايه الدينار، زليونات من الدينارات، حلو كده،
ليهم خلق وليهم بال وعاوزين يرجعوا مصر يساعدوا قدر الإمكان على ما يبدو. بس نفهم، خلونا نرجع مرة تانية هنا برضو بنفس ذات الترتيب. دكتور شيرين، الحديث اللي كان دايما يدور اللي هو ايه؟ انسى، مفيش حد فضيلك، والناس دي هتيجي تعمل ايه؟ واضح انكم منورين يعني. احنا عمرنا ما سيبنا مصر، احنا طلعنا لسبب معين، دراسة والتعليم، والتربى في مصر، مصر جوانا دايما، وكنا دايما على اتصال بالسفارة، واي مناسبة كنا بنروح السفارة وبنقابل المسؤولين وبنتكلم معاهم، بنشاركهم في الرؤية، وبنيجي زيارات مستمرة على طول، وربنا أولادنا على حب مصر والشوق أنهم ينشروا الرسالة لأصحابهم ويتكلموهم عن مصر، وحتى أصدقائهم يزرعوا جواهم الشوق لزيارة مصر. فإحنا عمرنا ما نزلنا. وبعدين إحنا بالتعليم اللي تعلمناه برا، زي ما بيقولوا الأمريكان in the back of our mind، بنفكر طب أنا لما كنت في المدرسة ولا كنت في الجامعة ما عجبنيش كذا، بص هنا بيعملوا إزاي، تبقى حلوة قوي لو أخذنا الموضوع ده في مصر، هتبقى حاجة جميلة. فبنتصل بنقول لهم إيه رأيكم يا جماعة، عمرنا ما سبنا، عمرنا إيه رأيكم يا جماعة، احنا عايزين نعمل كده لأن حصل كذا كذا كذا، والطرق الحديثة كذا، والجامعات بتعمل كذا. ف هنرجع ودايما هنرجع ودايما هتبقى مصر جوانا. طيب هنا اروح للدكتور طارق. دكتور طارق كأستاذ كبير في جامعة كبيرة في ولاية كاليفورنيا زي جامعة سان دييغو، رئيس وحدة لدراسات أمراض الكبد في دولة هي الأكبر على مستوى العالم من حيث الاقتصاد، وأظنها صاحبة أكبر إسهام في البحث العلمي أيضا، وجاي مصر وبتمد ايد المساعدة او بالادق ايد التعاون ما بين حضرتك وما بين الجهات الاخرى والزملاء الاخرين اللي موجودين في مصر، ترى انه ذلك مثمر ولا هو حرت في البحر؟ خليني ارجع يعني اقول قصة اي دكتور مصري او اي عالم مصري او اي واحد مصري في امريكا، بيسيب مصر متعلم من مصر. فأنا تعلمنا في جامعة مصر، أنا خريج جامعة اسكندرية كلية الطب جامعة اسكندرية. هذا التعليم كان جيد للدرجة أن طول ما دخلنا أمريكا مع وجود سيستم مظبوط، حصل أن احنا وإكسلت، أن احنا تفوقنا جدا على ناس كتير قوي في السيستم ده بالتعليم اللي خدناه من مصر. وابتدينا نتحسن في معلوماتنا وفي تدريبنا وفي المفاهيم الجديدة، أهم شيء مفاهيم الأبحاث اللي احنا كناش اتعلمناها، وأثبت على مدار السنين. مش يعني عندنا مئات وكان ألوفات من المصريين ناجحين في الأبحاث ولهم أبحاث مشهورة في جميع المجالات. فترة الكارير وهو ان انت بتثبت نفسك في دولة غريبة، وان انت تبقى من الخبراء بتوع العلم بتاعك في هذه الدولة، بتدي لك نوع من الساتسفاكشن او الانبساط في الكارير، وان انت نجحت بتوصل لمرحلة ان انت تبتدي تقول انا ايه اللي جابني هنا، طب وازاي افيد، فانا بفيد في مكاني لاني بعلم الطلبة بجميع من يعني الطلبة في كلية الطب في امريكا، وممرن النواب والفيلوز، وما بنمرن الدكاترة الصغيرين، وبيجيلنا. أنا السنة دي كان عندي طلبة من كلية الطب من دبي، أول سنة يتخرجوا من كلية الطب في دبي، كان عندي ثلاثة جم اتمرنوا عندي في الصيف بمنح من الجامعة بتاعتهم. حلو. فبنتمنى أن أي حد يجي من المنطقة العربية بتاعتنا أن احنا نعلمهم ونمرنهم. بنيجي في زيارات وكل ما عمرنا بيتقدم، امريكا لها ان انت لما سنك بيتقدم زياده في بقى ناس جديده عندها نشاط اقوى بتاخد مكانك، لكن في خبرات متميزه شفناها على مدار السنين نقدر نفيد بيها مصر. صح. السؤال اللي دايما نتكلم فيه، ما اقدرش انا اجي اقول لك انا عايز اعمل لك A, B, and C، لا، أنا بنيجي وقلنا تابع الاتحاد، عايزين نطلب من مصر أنتوا عايزين إيه؟ والله عايزين خبير في النووي،
عندنا خبراء نووي، عايزين خبير في الفضاء عندنا خبراء، عايزين خبير في المجال الفلاني في الطب الفلاني عندنا. بس انتوا اللي تطلبوا، احنا عايزين ايه؟ اننا كلنا جينا وبنحاول نساعد واخد بال حضرتك، وبنيجي لايام معينه عن طريق منظومه الاتحاد ممكن تبقى هي دي شنا مع وزاره الهجره والجامعات الجديده نقدر احنا نساعد ان احنا نبقى فيزيتنج بروفيسورز. ليه؟ لان احنا دلوقتي عندنا وقت في ايدينا صح. اكتر من الاول خلاص حققنا نفسنا وكويس اقدر اجي وحققت نفسك على جميع المستويات صحيح. العلميه الماديه الاسريه وعلمتك وعايز بقى اتعلم وتدفع حاسس ان في رقبتك دين عايز ايه ترجع مصر ابيض على الكلمه حلوه حلاوه طيب دي هاخدها وهروح بيها لرجل اعمال مصري ناجح جدا لفت للانظار في كاليفورنيا بالمناسبه مره هنقعد نحكي الحدوته بتاعه رجل الاعمال المصري رأفت صليب مش بس رئيس الاتحاد العام للمصريين بامريكا وبالمناسبه هذا الرجل عندما ذهب الى المهجر ما كانش فيه فلوس وبعدين بنى نفسه وبعدين فلس حصلت حوادث كده ففلس فبنى نفسه تاني وبعدين في الاخر خالص يبدا ينشغل بالشان العام تحديدا بتاع ابناء الجاليه وازاي نقدر نمد جسور لحد مصر للوطن الام ليه مش رأفت بيه نجح وتمام وجع دماغك ليه انت جبت الحاجات دي منين ما انا برضو صحفي مش بطال انا عايز اقول لسعادتك على حاجه مصر بالنسبه لنا دي حاجه كبيره انا ماليش اهل هنا وجاي خمس ايام جاي لي حبا في البلد حاسين كلنا يعني انا عايز اقول لسعادتك ان في ناس ما جاتش معانا اساتذه في الجامعه دكتور عماد باشا استاذ في جامعه في نيويورك يعني الناس دي قاعده تدي احنا عايزين ندي حاجه للبلد احنا جايين النهارده نقعد خمس ايام نقول يا جماعه احنا قلوبنا مفتوحه وايدينا مفتوحه عاوزين ندي عاوزين نشتغل فكرة تكوين الاتحاد وانا بشكر في خلال برنامج سعادتك سعادة السفير احمد شاهين سفير مصر في لوس انجلوس وزود هو ما كانش بدأ الاتحاد ده يعني هو اللي وقف وعانى وعزمنا عنده في البيت اكتر من مرة وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا وساعدنا في كذا وساعدنا في كذا يعني دي حاجة جديدة بالنسبة لنا احنا كلنا اللي كل واحد ينجح في مجاله كان راجع اعمال ده دكتور ده كذا ده كذا ده كذا فقال يا جماعة الموضوع مش كبير أنا عارف في عقبات كنت بتتكلموا في 50 ولاية في 1.2 مليون people living أمريكا إزاي هتوصلوا الناس دي ببعض وهتعملوا كونكشن مع بعض يعني فعلا ادينا دعم دخل معنا الدكتور سامح أبو العنين سفير مصر في شيكاغو لقينا السفراء كلهم معانا فعلا يعني حاسين احنا بنعمل حاجة كبيرة وفي نفس الوقت حاسين احنا هنحقق حلم واعتقد ان احنا حققنا 10% من حلم بس أي بداية بتبتدي بنوايا صغيرة يعني أرجع لسؤال حضرتك أنا دخلت في العمل العام لأن حاسس إن إحنا جالية طول عمرنا كمصريين ودي عامة بقولها في البرنامج بتاعي في قناة اللغز في أمريكا إن إحنا طول عمرنا كمصريين نحب نتكلم على بعض عمرنا ما اتكلمنا على بعض مع بعض مع بعض فدي الفرصة دلوقتي إن إحنا نتكلم مع بعض عايزين نحكي مع بعض عايز رجل اعمال في كاليفورنيا عنده شركه كمبيوتر يتكلم رجل اعمال في تكساس يعمل معاه شغل عايز هنا نعمل تبادل تجاري نعمل تبادل ثقافي تبادل مجتمعي الناس تعرف بعض ناس تتكلم مع بعض في ولايات عندنا فيها 70,000 مواطن مصري التينيسي الناس ما تعرفش بعض يعني لما حاولت اتصل بحد محدش يعرف حد 70,000 مصري عايشين على ارض ولايه دنيا تانية أنا عندي في تنسي 70,000 واحد ما بيكلموش بعض؟ ما يعرفوش بعض. بخسارة. يعني لما جيت أكلم الجالية يعني سوري إن أنا أقول ده أنا ما بحبش أقول الكلمة دي، جيت أكلم الجالية القبطية والجالية الإسلامية ما حدش يعرف حد. ما عنديش أنا جالية قبطية وجالية إسلامية. فيش. مصريين. مصريين بس أنا قلت إيه؟ أنا أشوف دول يعرفوا يعني ما أنا عايز أوصل لحد. ما حدش يعرف حد. بنتكلم مع بعض. في ولايات كتير على كده، فإحنا دلوقتي بنعمل إيه؟ بنحاول نجمع الولايات دي مع بعضها، بنختار منسق عام. اخر اسبوع ضمنا 9 ولايات جداد في الميد ويست ضمنا الشيخ حسن وده يعني خريج ازهر وانسان يعني انا ما شفتش انسان بهذه السماحه حصل محادثه بينكم وما بين مصريين في ميشيغان اول امبارح واتفقنا هنفتح فرع كبير في 9 ولايات كمان هناك ان شاء الله وهو اللي هيقوم بيها
هايل هايل هايل. فده احنا يعني احنا عايزين ننتشر وعايزين نشتغل وعايزين نعمل حاجة تفيد جاليتنا، لان احنا زي ما قلت سيادتك احنا بنشتغل على جانب يخص مصر سياحة واقتصاد وجانب يخص الجالية. عندك المصريين عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا هناك، عندنا مشاكل في ناس بتيجي معهاش ورق، ناس ما عندهاش ميديكال، ناس بيتوفاها الله وعايزين يرجعوا مصر ما لهمش اهل هناك، بنحاول نعملهم نساعدهم كده بالحاجات الذاتية. عندنا مشاكل الشباب كتير جدا عندهم مشاكل مع التجنيد، عندهم مشاكل في كمية مشاكل رهيبة. احنا مش وزارة، احنا بنشتغل جنب الى جنب مع وزارة الخارجية وبنشتغل جنب الى جنب مع وزارة الهجرة، بس احنا يعني ما نقدرش نتعدي حدودنا. يعني احنا كمنظمات مجتمع مدني يهمنا كله في الاتحاد ان احنا بطلع الجيل الثاني والثالث. احنا الجيل الثاني والثالث ده عندنا ما يعرفش حاجه عن مصر، انا اولادي مولودين في امريكا ما يعرفوش حاجه عن مصر، انا عايز الجيل ده يطلع يتكلم ويتكلم عربي ويجي يزور مصر ويتعرف على مصر، الشباب ده يندمج مع بعض، لان ده الجيل الجديد اللي بيشيل المسؤوليه. يعني احنا عملنا حاجه ودي اول مره تحصل في امريكا، ان احنا من الاتحاد خدنا شاب عنده 39 سنه قدمناه عضو كونجرس، واحنا عارفين انه مش هينجح بس كبدايه بزق. احنا الجاليه الوحيده يا استاذ يوسف ان ما عندناش لا مير ولا جوفرنر ولا سنت ولا عضو كونجرس، ما عندناش حاجه، احنا جاليه همنا نشتغل ونعمل فلوس وخلاص ذات سيد. فلما قدمنا الشاب ده احنا عارفينه مش هينجح، عملنا له دعايه كبيره في الاعلام وفي الجرايد وقفنا جنبه، هذا الشاب خد 150 الف صوت قدام واحده بقى لها 40 سنه عضو كونجرس هي خدت 312. ال 150 الف صوت جم منين؟ احنا دخلناه عشان السنه الجايه كمان سنتين انا عارف ان ده هينجح. يعني انا طبعا حابب اولا ان احنا كلنا نتشارك في الحديث، ننسى تماما ان هو لقاء تلفزيوني وكاننا قاعدين في ليفنج روم او غرفه معيشه بنتناقش وبنتبادل وجهات النظر في نفس ذات الموضوع. يعني عارفين مثلا انا طول عمري كنت غير جدا من اصحابي الارمن اللي في امريكا، حته جاليه يب. حته جاليه اجريوزيو والجاليه اللبنانيه، الجاليه اللبنانيه في اي حته شطار. يعني اللبنانيين شطار في المطلق ومتصلين ببعض وعندهم مهرجان سنوي زي الجاليه عندنا الجريكيه، يعني هما الاثنين بنفس المستوى. في الولايه بتاعتنا انا ما اعرفش عندكم في كاليفورنيا، الجاليه عندنا اللبنانيه معروفه وكبيره وحتى عندهم استثمارات كبيره جدا واسامي يعني على البيلدينجز، واحد بيج تاور اسمه كوري بيلدينج، خوري بيلدينج ده بتعمل فيه كونفنشنز، بيج كونفنشن بتعمل فيه مؤتمرات. ما احنا هنعمل رأفت بيلدينج وهيبقى فيه زي صليب تاور زي ترامب ده وده ويد بي اوسم، ده هيبقى حلو قوي. ما انا هنا برضو عايز اخد رأي دكتور طارق في الموضوع وارجو ان هو يشاركنا. دكتور طارق انا عارف هو عاده يعني الكلام بيبقى قليل بالذات بتاع الدكاتره، يعني على قد التشخيص هتعمل كذا 1 2 3، لكن هي المسألة بتاعت احنا ليه الجالية بتاعتنا من اشهر جاليات العالم في حاجتين، حاجة منهم ايجابية جدا ان هم اذكياء جدا، عقول مذهلة، قدرة على النجاح والمثابرة والصبر والقوة والجلد تجنن، بس الحاجة التانية اللي مشهورين بيها في اي مهجر في وسط الجاليات المصريين ما لهمش دعوة ببعض، كل واحد في جزيرة منعزلة. ليه؟ انا يعني انا اتكلمت على النقطة دي اللي هي السيستم. أنا لما كان بيجي لي أطباء مصريين تحت التدريب في منح، فكنت أقول لهم أنتم مش جايين تتعلموا الطب لأن أنتم متعلمين طب كويس، أنت جاي تتعلم سيستم تطبيق التشخيصات والعلاجات والبحث العلمي، فأنا عايز سيستم. دي مشكلتنا كمصريين، كل مجتهد بينجح، كل مصري ناجح في مجاله في الولايات المتحدة، بس عشان يتقابلوا عايزين حد يحط السيستم ده. هو ده اللي شجعنا، لان احنا انا كنت في كذا جمعيه ان جي او في امريكا تمثل مصريين. اللي شجعنا ان احنا ننضم للاتحاد ان احنا عايزين نحط السيستم وايد سيستم لامريكا للولايات المتحده. ما تنساش احنا 52 يعني طبعا. تقريبا 52 ولايه، لكن تو سيرتن اكستنت عايزين نحط السيستم ان احنا نتقابل، ان احنا نتعاون، ان احنا نتفاعل سواء سياسيا او علميا او اقتصاديا. السيستم لو نجاح الجمعيه بتاعتنا الاتحاد بتاعنا ان احنا نحط السيستم على اساسه المصريين يعرفوا يكلموا بعض ويتجاوبوا مع بعض. ده في وجهه نظري
هي دي اهم شيء، لان هم عندهم خصال الحيلة انهم ينجحوا. واحنا ليه ما نخترعش فيسبوك بتاع المصريين بس في امريكا؟ والله بكلم جد عملناه عندنا. بجد عندنا فيسبوك وعندنا تويتر وعندنا كل حاجه في مش بيج على فيسبوك يعني يبقى في عندنا بلاتفورم بتاعنا احنا بس بتاع المصريين يعني حاجه كده مولع يعني فانا خلص لما زوكم برجع عمل فيسبوك كان عامله عشان الجامعه بتاعته كبر بقى في الدنيا ليه ما بقاش عندي بلاتفورم معمول بس للمصريين وبيخش وبيرجستر وبيعمل اكاونت بتاعه بس مش عايزين منه حاجه احنا بنتعرف بس كلنا على بعض يعني ميبي حضرتك من عبر البرنامج تتصل بالامريكان المصريين اللي موجودين هنا المصريين الامريكان اللي في جوجل واللي في مايكروسوفت يعملوا لنا سيستم لايك ذس واحنا نتبناه ونتصل الاتحاد العام هو يفتى وملك في المدينه. انا طبعا اتمنى انه كانت القعده دي تطول اكثر من ذلك واتمنى جدا انه كانت مش هقول زيارتكم عودتكم لارض الوطن الايام دي كانت تبقى ايام اطول. مضطر الحلقه تخلص عشان دايما الوقت بيجري ورانا انا مش عارف ايه انا عدوي الاول دايما الوقت لكن اتمنى فعلا ان احنا نتقابل تاني باذن الله لو ما كانش هنا نتقابل في امريكا يطلع بقى في كاليفورنيا يطلع في دي سي يطلع في نيويورك يطلع في ميتشيغان عشان انا بحب ميتشيغان جدا عشان ليا صديقي الانتيم عايش هناك بقاله 25 سنه فأتمنى بجد أن احنا نتقابل. أنا حقيقي سعيد متشرف فخور بالجهد اللي حضراتكم بتبذلوه فخور بإصراركم أنكم تكونوا موجودين في الوطن الأم بمد إيد المساعدة. هاخد نفس الجملة مصر عايزة إيه تؤمر قولولنا قائمة الطلبات وعلينا ننفذ ده وكأني مهاجر في الولايات المتحدة الأمريكية. تمام يا فندم. أشكركم يا فندم ربنا يخليك يا دكتور كل الشكر رأفت بيك صليب رئيس الاتحاد العام للولايات المتحدة المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور شيرين النجار خبيرة المناهج التعليمية وتطوير التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية دكتور طارق حسنين أستاذ أمراض الكبد بجامعة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وحدة دراسات أمراض الكبد كذلك كل الشرف لي شرفتونا.